يقول ابن مسعود من صلى بينه وبين الله عز وجل فإنه يتكلم مع الله، ومن قرأ كلام الله فإن الله يكلمه. العبد إذا صلى بين يدي الله وقال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول لهذا العبد حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الله عز وجل يقول مجدني عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، الله عز وجل يقول أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله ذلك بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله ذلك بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل يا إخواني، والله أعظم هداية وأعظم شيء لما الله عز وجل يرزقك الهداية. الإنسان إذا دخل الجنة يتذكر وهو في الجنة أعظم نعمة أنعم الله عز وجل إليه في الدنيا، ثم يتذكرها، فإذا تذكرها قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا